في عام 1824 تأسست الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبد الله آل سعود رحمة الله عليه، واللي ساهم ودافع عن الدولة السعودية الأولى بشجاعة إلى أن سقطت ولجأ إلى غار سمي على اسمه غار تركي عند بلدة الحلوة. لجأ فيه، استجمع قواه، جمع رجاله، وآل سعود يبغونهم الشعب ويبغونهم كل اللي حولهم علشان عدلهم وعلشان محبتهم لشعبهم. التموا عليه الرجال وساندوه وشدوا من أزره مثل ما يقال، وكان يعني سنين وهو بهالغار يجمع ويفكر ويخطط الإمام تركي بن عبد الله. وكان فيه بيت يبين أنه كان يعني بداياته الحالة وما معه أحد، من قصيدته المشهورة اللي منها يقول هالبيت، يقول: يوم كل عن عميله تبرى، خليت الأجرب لي عميل مباري، الأجرب سيفه يسمى الأجرب. فرجع للدرعية وحررها وأسس الدولة السعودية الثانية اللي كانت قوية مثل الدولة السعودية الأولى، وجمع فيها رجاله وكان معها عياله وأبرزهم ولده فيصل بن تركي اللي ساهم معه بفتح البلاد المجاورة لهم، وكانت برضه الدرعية هي العاصمة للدولة السعودية الثانية اللي كانت يعني حصن منيع ومدافعين عنها ويعني متكاتفين بقوة الله سبحانه وتعالى، والله اللي ناصرهم هالأسرة المباركة آل سعود، عسى الله لا يحرمنا منهم ويخليهم لنا، الأسرة المحبوبة من الشعب واللي يساهمون دائما بالدول السعودية الثلاث أول ما يبدون باستقرار وأمن الشعب ورفاهية الشعب، وأن الشعب ما يحتاج ولا يندل ولا ينظلم. عسى الله لا يحرمنا منهم ويخليهم لنا يا رب العالمين ويديم عزهم اليوم، يوم أن بحكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، الله لا يخلينا منهم يا رب العالمين.